التظليل له طريقتين، الطريقة الأولى هي التهشير مثل ما تكون شايفين، والطريقة الثانية هي الدمج. يلا نبدأ نرسم طبيعة صامتة بقلم الرصاص. حنرسم أشكال هندسية اللي هو الكرة أو الدائرة، وتحتها مكعب أو مستطيل. مكعبي. يلا نبدأ نرسم مثل ما تكون شايفين بهي الطريقة. لازم بالبداية تكون خطوطكم كتير رقيقة أو كتير فاتحة منشان تحصلوا على واقعية بالرسم. بعد ما نشتغل هاي التفاصيل بالرسم ليبان في عنا قماش على المكعب، بدنا نبدأ بالتظليل. طبعا ضروري ومهم كتير بالتظليل إذا بدنا نشتغل بالتهشير يكون في طبقات. بدنا ننتبه لكل نتوء من هدول الخطوط يلي موجودين قدامنا بالنسبة للقماش، إنه ننتبه على فكرة الظل، يعني قطع القماش ممكن تحجب الإضاءة عن بعضها. هلا رح ابدا بالفحم الابيض، ورح ابدا بدي احاول خلي كرتي زجاجيه. لحتى تكون كره زجاجيه بنحاول نخلي درجاتها فاتحه ونتحكم بالابيض كتير. رح ابدا ظلل بقلم الرصاص، اخترت قلم رصاص اتش بي عادي كتير، وبدي تظلل. طبعا بعد هذا التظليل طبعا بس الكره اللي حادمجها دمجتها بقطعه محرمه، فيكم تدمجوا بعودات قطن الخط الخارجي اللي هو داير مدور الدائره. عملت على طبقتين، الطبقة الأولى بالرصاص دمجت بالمحرمة، الطبقة الثانية بالرصاص ودمجتها بالفحم الأبيض مشان يعطيني طبقة حلوة وناعمة. بديت تساوي ظل الكرة بالفحم الأسود عم بشتغل. طبعا الكرة الزجاجية ظلها مختلف عن ظل أي شيء تاني، ظلها بيكون عاكس إضاءة حتى. ورح أبدأ أشتغل على نتوء القماش بشكل مبني على الإضاءة، يعني حسب الإضاءة الموجهة على القماش بشتغل عليه. كل نتو أو طعجة من القماش بتكون حسب إذا هي فايتة لجوا فهي بتاخد لون الغامق، وإذا هي بارزة لبرا فبتاخد الإضاءة. هلأ هون هذا سطح أو حائط المكعب ببدأ أعمله على طبقات. هون عم بشتغل بقلم رصاص بـ8 أو بـ7، والمكان اللي بدي غمق فيه بضيف عليه طبقات مثل ما لكم شايفين، المكان اللي بدي فتح فيه بخفف طبقات. على طول الطبقات بتكون مختلفة، يعني ببدأ الطبقة الأولى بالعرض، الطبقة الثانية بالميل لليمين، الطبقة الثالثة بالميل لليسار، وهيك مثل ما شايفين. هلأ الطبقة الأولى عملتها بالطول، الطبقة الثانية عملتها بالميل لليمين، الطبقة الثالثة بالميل لليسار. حاولت هلأ أشتغل بالمحاية المونو زيرو، أعمل الإضاءة والأماكن البارزة بالقماش. القسم الثاني نفس الطريقة بالضبط، رح أحاول أعمل نتوء غائر لجوا شوي وقدامه بروز، البروز بالمحاية المنطقة الغائرة بقلم الفحم. هون في قطعة قماش طالعة لبرا، أعطيتها التظليل الصحيح. ببدأ من خط المكعب غامق وأنا طالعة لبرا بفتح بشكل تدريجي. هلأ بدي انتبه على هاي المنطقة أو هاي الزاوية اللي هلأ عم برسمها حسب تدويرة النتوء، يعني التدويرة طالعة لبرا معناتها في بروز، إذا نازلة لتحت معناتها في منطقة غائرة أو ظل. طبعا في أجزاء مبينة من أسفل القماشة غمقناها بالأسود. أهم شيء نكون فهمانين كتير منيح نحن شو عم نشتغل أو شو عم نظلل، ومتى ما فهمنا الفكرة كل شيء رح نلاقيه سهل. بتمنى ترسموها وتورجوني رسماتكم، بعتولي على رابط صفحتي على فيسبوك، رح ضيفها بالوصف. طبعا يلي ببعتلي رسماته رح ننزلها ببداية الفيديو الجاي، وما تنسوا تتابعوني.